موضوعنا اليوم للأكاديمية اللي أنا عم بفتحها، اللي صار إلي سنين على التلفزيون، على اليوتيوب، على كل المنصات، بودكاست عم بشتغل عليها، وهي الأنوثة، أنوثة المرأة. بعرف رح تقولوا لي هلأ زمن الأنوثة، أيوة رح تضل على طول. ما في أجمل من السيدة تعرف قيمة ذاتها، ولتكون قوية بتكون قوية بأنوثتها. بس شو هن النقاط اللي ممكن نشتغل نحن عليها وبعد الأوقات منعملها بدون انتباه؟ هالنقاط بتأثر كتير على إبعادنا عن أنوثتنا، ومنرجع نقول طب ليه ما عم بتعرف على حدا منه رجال وما وبدي إياه إنسان قوي ومسؤول. طيب بس أنا بدي إياه قوي ومسؤول، لازم أنا أكون بكل معنى الكلمة أنثى. طيب هلأ الشاب اللي بيقدر الصبية الأنثوية، خصوصا إذا عندها ثقة بحالة، منا مستعيرة حركاتها أبدا، منا صبيانية، عندها شخصيتها ولكن ما فقدت أنوثتها. مش يعني الأنوثة يعني نحن منحكي وما في عنا شخصية وما عنا نحن إرادة للوصول للأشياء الكتير حلوة، أبدا أبدا. السيدة اللي عندها حركات واللي تصرفاتها واللي بتعرف قيمة ذاتها، هي بتروح لأبعد بكتير، ورح أعطيكم أمثال كتير ورح نحكي عنها إن الله راد بفيديوهات لاحقة. اليوم نحكي عن الأشياء اللي هي حقيقية، اللي هي بيّنت إنه التواصل بين الأشخاص منا محكية بس، هي نسبة الكلام قليلة جدا إذا بدنا نحكي فيها، ما بتتجاوز 7%. هلأ ما في شك إنه الصوت له أهمية أطول ورح نحكي كمان فيه، بس نسبة حركة الجسم البودي لانجويج تبعنا بتحكي عنا بنسبة 35%. مشان هيك الأفضل ننتبه على الحركات تبعنا وننتبه على لغة الجسد تبعنا. خليني بلش بأول نقطة، طريقة قعدة الصبية. شوفوا ما في اتنين بيختلفوا على هالأمر، إنه بتوصل مثلا صبية وبتشلح حالها هيك على الكرسي، بتفتح إجريها وبتقعد إنه هي تعبانة. كمان اللي بتحط إجر على إجر بشكل صبياني، إنه أنا أوكي لابسة بانتالون منو مبين شي، بس هيدول كلهم ببعدوها عن أناقتها. ما في أجمل من إن الصبية تكون قاعدة صحيح مرتاحة، حتى لو ببيتها، لو إنها قاعدة مع الناس حسب المناسبة اللي هي قاعدة فيها، تكون قاعدتها على طول كتافها مفتوحين، إجريها ممدودين. أكيد ببعض الأوقات ببعض الأماكن ممكن يكونوا راجعين لورا، حسب نحن ما فينا نكون كل الوقت قاعدين وهيك مبينين أوفر، يعني بمجالات أم بأماكن ما بتخليني أظهر أنوثتي أبدا. بكل مكان إلو قعدته، بس على طول ما في شك إنه رقبتي على طول مفتوحة، صدري على طول مفتوح، كتافي مفتوحين، هون بتبلش تبين أنوثة السيدة. Princesses never cross their legs in public. Why don't you just tuck one ankle behind the other and place the hands gracefully on the knees? في نقطة تانية وكتير هيك بتلاقوها خصوصا عند المراهقين، ما عم بحكي مراهقين بال14 وال15 مثل ما حكينا، المراهقة ممكن تطلع لل20 و25 بحركاتها. يعني بتلاقوها بلحظة إذا عم تاخد غرض بتاخده واو بتصير إنه راحت كل أنوثتها. قدي أنا ما عم بقول لازم تكون يعني هيك ميعة، أبداً أبداً،
بس السيدة بدها تكون سيدة بكل معنى الكلمة. نقدر ناخد الأشياء بهدوء بتروي، ومن هون في أنا حتى لو أشياء منا عجبتني ما أظهرها، أم ما أظهر حتى تلقائياً أني أنا عندي أشياء كتير صبيانية، لأنه مثل ما قلنا رح ضيع كل أنوثتي. قدي بتلاحظوا أوقات كتير منكون قاعدين بمطعم، ولأنه نحن قاعدين أنه هيك رفقة مع بعضنا، وبيوصل مثلاً بتوصل رفيقتي بيوصل رفيقي، لاحظوا قدي مزعج لما هيك أنا بزحلوا الكرسي يا بطرف إيدي يا بإجري. ما بعرف قدي هالشي حلو، حتى لو الشاب عملها منا حلوة منا حلوة. يعني الأفضل مزح له الكرسي هو يزيحة ويقعد، من ما إني أنا منتبه عليه بزحله إياها هيك بإجري. هول كمان ما بيضيعوا من أنوثتنا. قديش في لما حدا بيطلب منهم طلب خصوصا بالشغل وبيكونوا نتفة بعاد، بيمسكوا الشغلة وبيرموها. وحتى بتصير بالبيت، ماما بابا اعطيني كلينكس مثلا، أم اعطيني علبة إيكس ولا شو ما كان دخان، بنمسكها هيك ومنزتها. هولي بدنا ننتبه عليهم. نقطة اللي بفتكر ثلاثة أرباع الناس بتتضايق منها هي هالضحكة على الصوت عالي، رفع هيك جسمنا كله سوا إنه نحن مبسوطين. ما 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 بعرف إذا هيدي فيها شيء من الأنوثة، يعني ما بعرف. برجع بقول أنتوا قولوا لي. بالشغل كتير هيك صبايا إنه هني كول يعني، وإنه هني ما في فرق بالشغل بين الرجال والمرأة. أنا معكم، ما بدي ولا أنا ولا بناتنا ولا حدا يعاني من هالفرق، بس ما فيي أنا اسمح لحالي حدا يحكي معي وهيك يهزلي براسي إنه إيه، ولا أنا أحكي مع الشاب وإيه وبسيطة وما بدها هالقد، وساعة على كتفه ساعة على راسه. بفتكر كمان هالشي أنثوي. كتير صبايا بيدخنوا، يا ريت ما يدخنوا، ما عم بقول مش هيك، مش مقصدي، بس لشو السيجارة على الطريق؟ إنه ما فهمت، إنه بدي جرب افهم بس انه ليه ما رح نوصل محل ما نحن واصلين ورح ندخن سيجارتنا، والافضل ما ندخن بس رح ندخن نحن وقاعدين، مش نحن وماشيين على الطريق. قد ما كان صار لنا وقت منا حلوة ما بتخير هيك من 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 أنوثة السيدة. والعلكة ومع بالون، يعني بنعمل بالونات انه نحنا هيك مرتاحين وبدنا نعمل مثل الامريكان لا نحنا ما بدنا نعمل مثل حدا، وهن الامريكان غلطانين ونحنا بدنا نكون بكل معنى الكلمة صبية كلها أنوثة. ما فينا نطلب من رجل يقدرنا إذا نحن مش مقدرين أنوثتنا. نحن شئنا أم أبينا بدنا نقدر حالنا، سو بدنا نقدر أنوثتنا. أنا نلتقى بحلقات ورح نحكي عن الأنوثة وقديش السيدة القوية عندها أنوثة.